سلمى، للحالة الثقافية والفنية اللي عم تشهد أيضا محافظة حلب اللي ما توقفت طوال سنين الحرب على بلدنا. رح نحكي عن كورال سيبا اللي أسسه المايسترو شادي نجار من عام 2016، وأكيد رح نحكي ونتعمق أكثر ونتعرف على نشاطاته وفعالياته. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح النور، وأكيد أخبارية نورت حلب ووجودكم نور حلب. يسعد صباحك مايسترو شادي. خلينا نبلش نحكي عن الكورال أكثر، إيمتى تأسس وعن دوره بالحالة الثقافية بحلب. هو أوركسترا. أوركسترا. الكورال هو كورال القديسة تريزيا. هذه ما لها علاقة بأوركسترا صبا. 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 في فرق. صبا غير صبا. صبا بمفهوم جبران خليل جبران هي روح حزينة تهب من الشرق. نحن هذه الروح بطريقتنا بثقافتنا بحضارتنا منجرب منحولها دائما إلى روح فرح، ومنرجع منردها للعالم لنقول إنه نحن بحلب شعب يعشق الحياة، شعب يعشق الثقافة، يعشق الحضارة. طبعا هي أول شيء بدرجة أولى أوركسترا صبا هي رسالة تحدي، رسالة حب. ردنا بزمن الحرب، بزمن الهاونات وبزمن الصواريخ اللي كانت عم تنزل علينا، نقدر نقول انه نحن بحلب بعدنا موجودين وحنبقى موجودين بشغلنا، بموسيقتنا، بثقافتنا. هذا هو شعب حلب، وبالتالي هذا هو شعب سوريا، بيحب الحياة، عنده إرادة الحياة اقوى من إرادة الموت واقوى من ظلم الموت من خلال الموسيقى. أكيد ودائما بنقول تبقى موسيقانا أقوى من إرهابهم. يعني خلينا كمان مايسترو نحكي عن حفل الانتصار، كنتوا من الأوائل اللي احتفلتوا، عملتوا بصمة بحفل الانتصار، رح نحكي عنه أكيد، لكن رح نشوف مقطع بالبداية ونرجع نحكي بالتفاصيل. شمعتي وأمر أنسى الجير أحكي مقلتي، فأنا الذي أعلنت من عتمة المساء رفضي لصمتي الثمار والدماء، وأنا الذي سأعود أبني قلعتي، سأمر ما بين المآذن والكنائس أبكي على ساحاتها المليئة بالدماء، على مدينة ارتوت بكف أدمعي، إني بينكم ليقول أحبكم، ليقول أحبكم، ليقول أحبكم. يعني مثل ما تابعنا هذا المقطع من الأمسية، خلينا بالبداية نتعرف مين كانت المطربة بالحفل اللي رافقت الأوركسترا، وكم أغنية تقريبا قدمتوا، كيف كانت أجواء هذا الحفل؟ تمام. هلا أول شيء الأغنية اللي سمعناها هلا طبعا هي مقتطف منها، هي أغنية سأمر من عينيك، هي كلمات هادي بكار وألحاني وتوزيعي اللي أدتها رنا معوض، اللي هي أنا بعتبرها هي شريكة لي بالموسيقى. في نوجه لها تحية أكيد. أكيد بوجه لها كل تحية. طبعا هذا الحفل مثل ما قلتي أنت، يمكن نحن أول من بلش باحتفالات الذكرى الثانية لانتصار حلب، بضم مجموعة من المقطوعات الموسيقية، منها مقطوعات عالمية لكن بتوزيع جديد شرقية وغربية، منها مقطوعات أنا مؤلفة، منها مقطوعات غنائية من كلمات معينة لكن أنا أيضا ملحنة، في شغلات معروفة لكن بتوزيع جديد. دائما بحاول أن يكون البرنامج منوع، طبعا تضمن مجموعة من الأغاني الوطنية أيضا التي تناسب هذه الذكرى. الحفل كان تحت رعاية القس هاروتيون سليمان رئيس طائفة البروتستانت في سوريا. الحمد لله كانت الأمور، ما توقعنا هذا الإقبال، كانت الحفلة على مدى 3 أيام، البطاقات خلصوا من قبل أسبوع من الحفل. هذا بيدل أنه بالفعل شعب حلب هو شعب
متذوق للموسيقى وبيعرف تماما ان الموسيقى تستطيع ان تزرع امل من جديد. ومتعطش يمكن لهذا الجو مايسترو من الفرح من الانتصار، يعني حلب مرتبط اسمه بالطرب وبالموسيقى وبالفن، فيمكن متعطش شعب حلب انه يحتفل ويعطي لكل مناسبه حقها بعد ظروف مرقت عليه كثير صعبه. خلينا نحكي يا مايسترو ايضا، يمكن خلال السنوات الصعبه اللي مرت على حلب عليت وتحركت عجله الفن، ما وقفت أبداً. صرنا نسمع موسيقى جديدة، صرنا نسمع يمكن أصوات جديدة، محاولات جديدة، إن كانت بالوسائل المتاحة على مواقع التواصل الاجتماعي أو على اليوتيوب، يعني أي طريقة كان أي حدا يحاول أنه يظهر فيها موهبته كموسيقى وكورال. صار في كمان اطلاع على الشيء الغربي، دمج لتطلع موسيقى خاصة بكل فرقة وبكل مايسترو. صح. صار في إبداع أكثر لإيصال رسالة الوطن بالموسيقى. خبرنا عن طبعا. هذا الشيء. خليني أقول لك شغلة، عندي إيمان شديد جدا أنه الإبداع يولد من رحم الألم. صحيح. هذا الشيء كنت شوفه وأسمعه بشكل نظري، لكن وقت نحن عشنا الألم وقت عشنا الحرب، بالفعل بالفعل الإبداع يولد من رحم الألم. دائما بقول أنه الفنان اللي بيتقوقع ضمن قالب موسيقي معين هو فنان لا يستطيع أن يتابع في إبداعه، لأنه حبس حاله ضمن قالب معين. وهنا أقصد التراث الحلبي والموسيقى الحلبية. لا شك أن التراث الحلبي هي هوية نفتخر بها وهي أكيد موجودة على الرأس، هذا لا شك، لكن الانفتاح على الثقافات الموسيقية الأخرى يغنينا. هيدي المشكلة، لسه مجموعة كتير كبيرة من الفنانين ما عم تقدر توصل لهيدي النقطة. بقدر أنا أعمل بكل حفلاتي فوق النخل، جيبي طالب صف خامس بيعزف فوق النخل. الموضوع هو أنه إحنا نقدر كيف نقدر نعمل هوية جديدة وموسيقى جديدة في مدينة حلب، لنقول لكل العالم أنها مدينة تعشق التنوع، تعشق الانفتاح على كل الثقافات. من هون كانت موسيقى جديدة بلشنا فيها بهيدي الأوركسترا صبا. ما بعرف، إن شاء الله يا رب نستمر بهيدي الرسالة. هذا الموضوع بيعتمد على شغلتين، أولا إيماننا بالله أنه هو دائما موجود معنا، ثاني شيء الدعم لهذا الموضوع إعلاميا وماديا، لأنه هيك نوع من الحفلات مكلفين جدا. إذا بتاخدي 3000 ليرة بطاقة دخول ما بتغطي تكاليف هذه الحفلات. صحيح. لأنه كل شيء صار كتير غالي. متكئين على الله وماشيين ومستمرين إذا الله رات. إن شاء الله يا رب. يعني كمان كان لكم مشاركات بالمحافظات السورية بدمشق وغيرها، ونزلتوا ويعني دربتوا يمكن بأصعب الأوقات. أنتوا تأسيس الفرقة كان بال 2016. صحيح. يعني بعز مثل ما بيقولوا بعز الضرب كنتوا عم تتواجدوا وعم تعملوا بروفات. أهمية هذا الشيء وقديه كانت هذا التجمع بينكم حتى كفنانين وكموسيقيين عم بيقويكم أكثر، يمكن كمان عم بيساعدكم تبعدوا شوي عن جو الحرب وترجعوا للشيء الحلو، للألفة اللي موجودة عند كل الحلبيين. تماما، لدرجة انه البروفات كلها كانت عم تكون عندي بالبيت. كان ينزل الهاون والصاروخ قبل البروفة مثلا بربع ساعة جنب بيتي، انا بيتي هون كتير قريب. هي عم بدق الساعة هلا كل شوي بتذكر فيها لانه كتير الدقة هيك إلى معنى كمان. صح، تماما تماما تماما. بفرج اول شيء تانك على الموقع جدا رائع. فكرتوا تعملوا هون اوركسترا بالطريق؟ في امور عم تندرس، في امور عم تندرس، في امور عم تندرس انه يصير هذا الموضوع، بس هذا الموضوع جدا مكلف جدا. أكيد. ان شاء الله يكون في جهه تتبنى هذا الموضوع ونحن اكيد جاهزين لهذا الموضوع. كنت عم بقول انه البروفات كلها كانت عندي بالبيت عم تصير. كان ينزل هاون، كان ينزل صاروخ، يدقوا لي يقولوا لي شادي نجي على البروفات. خيو تعال، صدقيني جواد البيت صوت الموسيقى كان أعلى من صوت الهاون، صوت الموسيقى كان أعلى من صوت الصاروخ. كان ينزل أثناء البروفا ما كنا نشعر بأنه ينزل، نطلع نقول لونا نزل صاروخ ما حسيته، ما حسنا. صوت الموسيقى دائما لازم يبقى أعلى من صوت الحرب. هذا الشيء خلانا نبقى عايشين بأمل بأنه وبرجاء متجدد بأن الحياة تستمر. لا شك لا شك الرحمة، كل الرحمة للشهداء لا شك. لولا الشهداء نحن ما كنا بعدنا عايشين. أكيد كل الرحمة لأرواح الشهداء، ما كنا قادرين نعمل حتى هذا الموضوع. أكيد الرحمة، كل الرحمة للشهداء اللي بذلوا نفسهم كي نبقى على مثال السيد المسيح بذكرى الميلاد. نحن كمان هلأ مقدمين على أعياد ميلاد السيد يسوع المسيح.
وهيدا الميلاد، هيدا الميلاد يمكن هي مشيئة الله أن تكون ذكرى انتصار حلب متزامنة مع ميلاد السيد المسيح. بولادة السيد المسيح نولد من جديد، وبولادة مدينة حلب بذكرى جديدة، وبكل سنة تتجدد هذه الولادة، حلب تولد من جديد لتبقى مستمر بتجدد وبروح متجددة. نعم إذا الله راد. أكيد مايسترو. خلينا نروح كمان نتابع مقطع من أوركسترا مدينتي ونرجع كمان لحتى نتابع حدثنا. يعني مثل ما سمعنا زينب وسمعنا هذا المقطع من مدينتي، خلينا نحكي عن قصة مدينتي أكثر ونتعرف عليها وعن هذا الحفل بالذات. إذا بدك تكون مدينتي هي حلب فهي مدينتي حلب، ويمكن أن تكون مدينتي هي المرأة أيضا هي مدينتي. طبعا هلأ وقت عملت هذه المقطوعة، هذه المقطوعة عملت بال 2015 بوسط الحرب، بوسط الألم اللي صار بمدينة حلب. هي مقطوعة تبدأ بمقام معين لكن تنتهي بمقام آخر، تنتقل من مكان إلى مكان، وهذه رمزية أننا في زمن الحرب كنا بمكان، بعد الحرب سننتقل، لابد أن ننتقل إلى مكان آخر. كله معتمد على إيماننا بوجود الله معنا. أكيد أكيد مايسترو. خلينا نحكي بالختام عن مشاريعكم ككورال صبا بصبا. خلينا نحكي عن بعد هالارتياح وبعد عملنا الانتصار اللي عم تعيشون حلب، عم تتوسعوا وعم تعملوا أفكار جديدة، هل في محافظات تانية حتزوروها أو خارج سوريا؟ خلينا نحكي عن المشاريع اللي حتقدموها بالختام. من حوالي 5 شهور كان عنا حفل بمدينة حما بدعوة من السيد المحافظ دكتور محمد حزوري، بوجه له كل تحية احترام قدي رائع. هذا المحافظ اللي قدمنا كل التسهيلات، كان بذكرى الجيش الوطني، وكان عنا جولة بالمحافظات. نحن سابقة إذا الله راد من بعد رأس السنة في مراسلات عم بتصير لتأمين الدعم المناسب لإقامة مجموعة حفلات في المحافظات السورية، ومن بيناتها أكيد بمسرح الأوبرا إذا الله راد بعد النص الثاني من السنة القادمة. أكيد إذا ما صار عرقلات أكيد سواء مادية أو من أشخاص معينة، أكيد نحن نتشرف أن نكون موجودين بهذا الصرح الهائل اللي كل سوري بيفتخر بوجود هيك صرح ببلده. أكيد أكيد ناطريكم بالشام وموفقين. نشكر وجودك معنا المايسترو شادي نجار، رئيس ومؤسس أوركسترا صبا. شكرا إن شاء الله أيامكم كلها صبا وفرح وموسيقى تعلي يعني وتحمل رسالة سوريا بأي مكان بالعالم. بلدنا بخير. شكرا لإلك. وجيشنا بخير إذا الله راد، وقادنا بخير. شكرا لإلك.